صفحة كام يا شيخ؟ أي صفحة؟ 46. الشرعي. الله الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهى ونبرأ من كل حول وقوة إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد سيد ولد آدم أجمعين وشفيع الخلق يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية عند تعريف الحكم الشرعي. قال رضي الله تعالى عنه: فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. ويدخل في الطلب أربعة أشياء: الإجاب والندب والتحريم والكراهة. في الشرح: ولما قسم الحكم اللغوي الذي هو إثبات أمر أو نفيه إلى ثلاثة أقسام شرعي وعادي وعقلي، شرع الآن في تعريف كل واحد بانفراده، فبدأ بالحكم الشرعي لشرفه. قال: فالشرعي، تعريف الحكم الشرعي. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: فالشرعي أي فالحكم الشرعي تعريفه هو خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي الأزلي، أي ذلك الكلام حالة كونه في الأزل خطابا حقيقة لا مجازا على الأصح، كما قاله المحقق المعدي في شرح جمع الجوامع. طبعا شرح جمع الجوامع كتاب نفيس عظيم في أصول الفقه. هذا كتاب يعني من الكتب العمدة في علم الأصول. فالحكم الشرعي تعريفه، تعريف الحكم الشرعي خطاب الله، ومعنى خطابه تعالى أي كلامه النفسي الأزلي، لأن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ولا فيه تقديم ولا تأخير ولا ألفاظ ولا لحن ولا إعراب ولا غير ذلك. فلو وصفناه بأي صفة من هذه الصفات لكان كلامه تعالى ككلام المخلوقين، والله تعالى ليس كمثله شيء. إذن فكلامه تعالى يقال في تعريفه كلام نفسي. ما معنى نفسي؟ لا تفهم كما تقول مثلا أعددت كلاما، أو تقول لإنسان في نفسي كلام، ليس هذا هو المراد. وإنما لأنه لو كان المراد الكلام الذي تحدثك به النفس قبل أن تلفظ به، يعني ما في نفسك، كما قال تعالى: ويقولون في أنفسهم،
فأسرها يوسف في نفسه. فأيضا هذا الكلام النفسي بالنسبة لنا حادث أيضا. فلو أردنا أن نفر من الكلام اللفظي لأنه حادث ثم وصفناه بنفسي لوقعنا في نفس الحفرة أيضا أو في نفس المشكلة. فالمراد بالنفس هذا تعبير اصطلاحي، يعني لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا في حديث ولا في غيره أن كلام الله تعالى يوصف بأنه نفسي، وهذا اصطلاح للمتكلمين أو اصطلاح علماء العقائد، ويريدون بنفسي يعني ليس بلفظي، يعني كلمة نفسي جاءت في مقابلة اللفظي. والمراد أن كلامه تعالى ليس فيه ألفاظ ولا تقديم ولا تأخير ولا فيه مخارج، يعني فيه حروفه. فالإنسان مثلا الحروف التي ينطق بها وهي 29 حرفا لها مخارج، هناك في الحلق هناك 3 مخارج في الحلق، وفي اللسان مخارج كثيرة. كم مخرج في اللسان؟ كم؟ في الحلق المخارج 17، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ففي الحلق 3 مخارج، لكن فيه 6 أحرف، وفي أقصى اللسان مخرجان، وفي الشفتين فيها كم مخرج؟ للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، في حافة اللسان وفي طرف اللسان، يعني في اللسان وحده 18 مخرج. كم مخرج؟ 10 مخارج في اللسان 10، وكم في الحلق؟ 6، يبقى كم هنا؟ 16. وبعد كده ايه؟ الشفتان، يعني اللسان فيه مخارج كثيرة، وكل مخرج فيه إما حرفين أو أكثر أو حرف واحد. لكن كلام الله تعالى يتنزه عن المخارج والمقاطع والأصوات. لماذا؟ لأنه لو كان فيه مخارج وصفات حروف أو فيه حرف والحروف فيها تقديم وفيها تأخير وفيها تعاقب والحروف محصورة، كل ذلك يؤدي إلى إيه؟ إلى حدوث الصفة. واضح؟ إذن فكلامه تعالى نفسي. ثم قال أزلي. أزلي أي أنه ليس له أولية، يعني ليس لكلام الله تعالى افتتاح، لا بداية له ولا نهاية له. هذا معنى كلمة إيه؟ أزلي. إذن فالكلام صفة قائمة بذاته تعالى، أي ذلك الكلام حالة كونه في الأزل خطابا. هل يسمى الكلام الإلهي في الأزل خطابا؟ ما معنى في الأزل؟ يعني قبل افتتاح الوجود، قبل أن يكون هناك مخلوق. وعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب، وكلمة خطاب في اللغة تستدعي أن هناك مخاطب، هناك خطاب ومخاطب به ومخاطب، خطاب ومخاطب به ومخاطب. فأنا مثلا أخاطبك، فأنا المخاطب وأنت المخاطب، والذي أكلمك به هو المخاطب به. واضح؟ وفي الأزل لم يكن سواه تعالى، كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره،
إذن فكيف يسمى الكلام في الأزل خطابا مع أنه لا يوجد مخاطب؟ هل يوجد في الأزل مخاطب؟ ولذلك قالوا أراد البعض أن يحل هذه المشكلة فقال يسمى الكلام في الأزل خطابا باعتبار أن المخاطب سيوجد، وهذا يسمى اصطلاح أو تعبير مجازي ليس حقيقي، لأنه لا يوجد مخاطب حقيقة. ولكن الشيخ السرقسطي قال حالة كونه في الأزل خطابا حقيقة لا مجازا. معنى حقيقة يعني معنى هذا أن المخاطب موجود. كيف نجعل الخطاب في الأزل حقيقة مع أن المخاطب غير موجود؟ هل يخاطب العدم؟ لا. فكثير من أهل العلم قالوا مجازا وليس حقيقة، كما أقول مثلا في الطفل إنه رجل مجازا وفي الحقيقة هو طفل، أو في البنت الصغيرة إنها امرأة مجازا، وهكذا باعتبار حتى يقول الناس باعتبار ما سيكون. فالبعض اختار أنه خطاب لكن لا يكون حقيقة إلا بعد وجود المخاطبين، أما قبل وجودهم فهو إيه؟ فهو مجاز. لكن الشيخ رضي الله تعالى عنه قال حقيقة لا مجازا على الأصح، ولم يعني كأنه يقول لك القول المقابل أنه مجاز صحيح ولكن هذا أصح. فكلمة على الأصح معناها أن القول المقابل صحيح، كما قال واستشهد بالعلامة الكبير شيخ المحققين المحقق المحلي في شرح جمع الجوامع. الجلال المحلي قال في شرح جمع الجوامع خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح، يعني القول الآخر إيه؟ صحيح. فكلمة أصح كما في المذهب الحنفي إذا قال على الأصح يبقى المقابل صحيح، خلاص كده. أما إذا قال في الصحيح يبقى المقابل خطأ أو ضعيف. الكلمة الصحيح الذي يقابلها إيه؟ خطأ أو ضعيف، إنما الأصح فالمقابل لها صحيح. طيب كيف تفهم كلام المحقق المحلي في شرح جمع الجوامع؟ يعني كيف جعل الشيخ المحلي الخطابة في الأزل حقيقة؟ كيف تجيب أيها الشيخ الجليل؟ فإذا لم تجب نزعنا منك وصف الجليل. ها يا شيخ محمد، ها السكوت ليس علامة الفهم، ده السكوت علامة الرضا. من عنده إجابة؟ اجتهد في الجواب، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد. والمخاطب موجود في علم الله سيدي. ما ديك عارفة. يبقى اكتفاء بوجود المخاطب في العلم، فالمخاطب موجود في الأزل لكنه في علم الله وليس موجود في الخارج.
يبقى العالم أو المخاطبون المخلوقات أو المكلفون هل موجودون في الأزل؟ نعم موجودون في العلم، لكن ليس لهم وجود في الخارج. فباعتبار الوجود العلمي يكون الخطاب حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. ولذلك الشيخ محي الدين ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر عند الصوفية يقول: من أطلق القول بقدم العالم فهو مخطئ، ومن أطلق القول بحدوث العالم فهو مخطئ. يعني إذا قلت العالم قديم كذا على الإطلاق خطأ، وإذا قلت حادث على الإطلاق خطأ. إذن فما هو الصواب؟ أن العالم قديم باعتبار العلم وحادث باعتبار الوجود، والعالم حادث باعتبار الوجود وقديم باعتبار العلم. واضح؟ فهذه تحل لنا الإشكال. هل فهمتم كلام المحقق المحلي في جمع الجوامع؟ أن الخطابة أن خطاب الله تعالى يسمى حقيقة خطابا في الأزل، يعني قبل وجود مين؟ المخلوقين، أو قبل وجود المكلفين، لأن الخطاب لا يتعلق بالمخلوقين وإنما يتعلق بالمكلفين. فالمكلفون باعتبار وجودهم في العلم صح أن يكون الخطاب حقيقة لا إيه؟ لا مجازا. يلا اقرأ. المتعلق أي ذلك الكلام النفسي الأزلي بأفعال المكلفين أي البالغين العاقلين. يعني المتعلق ذلك الكلام النفسي الأزلي بأفعال المكلفين، ومن هم المكلفون؟ البالغين العاقلين. لأن الإنسان إذا بلغ ولم يكن عاقلا لا يكلف، وإذا كان عاقلا ولم يبلغ لا يكلف. فشرط التكليف البلوغ والعقل، تعلقا معنويا قبل وجودهم وتنجيزيا بعد وجودهم. يعني إذن فهو متعلق حقيقة، ولكن التعلق قبل وجودهم يسمى التعلق الصلوحي أو التعلق المعنوي، أما التعلق بعد وجودهم فهو التعلق التنجيزي. طب وهل يتعلق الخطاب بالمكلفين بعد وجودهم مطلقا؟ لا، بشرط بعد وجودهم بعد البعثة بشروط التكليف. يعني لابد من أن يبعث رسول بعد البعثة، فإذا بلغ الإنسان وكان عاقلا ولم يبعث إليه رسول فليس مكلفا. كيف يأتي التكليف؟ هل التكليف يأتي من جهة العقل ولا من جهة الشرع؟ ولا شرع إلا بالبعثة، ببعثة رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث. وأما المتعلق بوجودهم قبل البعثة فهو تعلق وهو المسمى بالتعلق الصلوحي. الله يا شيخ محمد اقرأ. بالطلب متعلق بخطاب على ما هو الظاهر. هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. طيب إذن هو الخطاب يتعلق بأفعال المكلف، لا يتعلق بذات المكلف ولا يتعلق بصفات المكلف ولا يتعلق بقصص أحوال المكلفين ولا يتعلق بذات الله ولا بصفات الله ولا بأفعال الله ولا يتعلق بالجمادات ولا بالحيوانات ولا بالسماوات ولا بالأرض، وإنما لا يسمى حكما شرعيا إلا إذا تعلق بأفعال المكلفين، يعني يتعلق بالأمر والنهي بالطلب. والطلب إما أن يكون طلب فعل
أو طلب كف، وكلاهما إما أن يكون جازم أو غير جازم، إذن فيدخل في الطلب كام؟ أربعة. بالطلب متعلق، بالطلب متعلق بخطاب على ما هو الظاهر. يعني في هنا كلمة بالطلب، الباء حرف جر مش كده، والطلب مجرور بالباء. طبعا لما يكون فيه مجرور وفي جار، الجار اللي هو الحرف، لابد إذا كانت الباء أصلية من متعلق. المتعلق هو إيه؟ هو الخطاب. لابد من متعلق، يعني يتعلق به الجار والمجرور. فالجار والمجرور متعلق بخطاب، يبقى الخطاب هو إيه؟ متعلق الجار والمجرور على ما هو الظاهر. لكن هنا فيه مشكلة من ناحية اللغة أو من ناحية النحو، وفيه يعني إذا قلنا إنه بالطلب اللي هو الجار والمجرور متعلق بخطاب، والخطاب إيه؟ مصدر، خطب يخطب خطابا. إذن كلمة خطاب مصدر، وفيه وصف المصدر قبل إعماله. يعني هنا في مشكلة في اللغة، المصدر إذا وصف قبل إعماله يبقى لا يؤثر في إيه؟ في المعمول، لأن لإعمال المصدر في معموله شروط، في عامل وفي معمول. زي مثلا بقول ضرب زيد عمرا، فين المعمول هنا؟ المعمول هو المنصوب عمرا، فين العامل اللي هو الفعل؟ الفعل اللي هو عمل النصب وعمل الرفع أيضا في الفاعل، يبقى الفعل يسمى هو إيه؟ عامل، والمنصوب به أو المرفوع به يسمى معمول. يعني كأن الفعل عمل في معموله، يعني في مرفوعه أو في منصوبه عمل عملا. والمصدر يعمل عمل الفعل. يعني أقول لك اضرب زيدا، أقول لك ضربا زيدا، يبقى المصدر يعمل عمل الإيه؟ الفعل. ولكن لإعمال المصدر في معموله شروط، منها أن يكون غير منعوت، يعني لا تنعت المصدر قبل إعماله، فإن نعته كأنك قطعت عليه الطريق. أن يكون غير منعوت أي موصوف قبل تمام عمله، لأن هذا اللي هو إيه؟ وصف المصدر قبل إعماله مبطل لإعماله، لأن النعت من خصائص الأسماء المبعدة للمصدر عن الفعل. فكأنك إذا نعت المصدر فقد صار اسما، والعمل يكون للفعل، إذن فقد حولته من قائم مقام الفعل إلى اسم، وبهذا تكون قد أبطلت عمله، فإنه في حالة إعماله يعمل عمل الفعل، والنعت قد أبعده عن الفعل لكونه اسما. فإن النعت من خصائص الأسماء، لأن الفعل لا ينعت. هل النعت للأفعال أو للأسماء؟ تقول محمد مجتهد، لكن لا تقول مثلا ضرب مجتهد. النعت من إيه؟ من خصائص الأسماء. أما إذا نعت المصدر بعد تمام العمل فلا إشكال فيه، مثل أعجبني ضرب زيد عمرا مبرح. شوف هنا أعجبني ضرب هو المصدر، زيد عمرا هذا الايه ده المعمول، ده
لكن جاء نعت المصدر بعد العمل، فإن النعت له إيه؟ مبرح، على أن مبرح نعت لضرب، فهذا جائز. أما أعجبني ضرب زيد مبرح عمرا، هذا لا يجوز، وذلك لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول، فلا يفصل بينهما كالشأن في المضاف والمضاف إليه. ارجع إلى شرح الألفية تجد هذا إيه الكلام. لكن هنا ما الذي سهل هذا الأمر؟ أن معمول المصدر جار ومجرور فسهلت المسألة، يعني ليس منصوبا نصبا صريحا، فقال لك وفيه وصف المصدر قبل تمامه قبل إعماله، إلا أنه يسهله أن المجرور يعمل فيه العامل الضعيف والقوي، قاله المصنف رحمه الله تعالى. يعني الشيخ السرقسطي أخذ هذه الفائدة من المصنف، أي من الشيخ السنوسي، ثم قال وأيضا يعني كأنه تعليل آخر، فالمصدر لم يبقى على حقيقته، يعني كأنه لم يصبح مصدر، وإنما المراد به المخاطب به، يعني لم نرد الخطاب وإنما أردنا المخاطب به، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، فصار الحكم الشرعي هو خطاب الله، أي هو المخاطب به من الله، وليس هو نفس الخطاب، فأصبح هنا ما فيش مصدر، وإنما الذي معنا اسم إيه؟ مفعول، ولكنه جاء في صورة المصدر. فإن قلت اقرأ. فإن قلت لما أوله باسم المفعول فالجواب كما قاله الإمام الزياتي في هواشيه على أم البراهين بعد نقله لكلام المصنف من شرح المقدمات. الإمام الزياتي ده من علماء المغرب سنة 1023 هجرية، له حاشية على أم البراهين، بيقول إيه بعد نقله لكلام المصنف من شرح المقدمات، لأن الحكم الشرعي ليس المعني ما خطبنا به، بيانه أن حقيقة الخطاب هو، يعني هنا في مشكلة أخرى، بيقول لك لما أوله باسم المفعول مع أنه احنا بنقول اصبح الان تعريف الحكم الشرعي هو ايه؟ مش نفس الخطاب، وانما هو المخاطب به، واضح؟ فهنا الشيخ الزياتي قال لا، الحكم الشرعي ليس معناه ما خوطبنا به. ليه؟ قال بيانه ان حقيقة الخطاب هو توجيه الكلام للحاضر، يعني بمجرد أن أخاطبكم لازم أوجه إليكم الكلام، ويكون المخاطب حاضرا. وإذا كان الخطاب هو توجيه الكلام، يبقى إذن ليس الحكم هو التوجيه، وإنما هو الموجه. في عندك إيه كسرة، خلي بس الكسرة فوق الشدة وليس تحتها، لأنه لو كانت تحتها حيبقى إنما هو الموجه، لكن هذا خطأ فأصلح، إنما هو الموجه. يبقى قلنا الخطاب حقيقته توجيه، ده هل الحكم هو التوجيه ولا هو الموجه؟ هو الموجه، وكلامه تعالى لا يصلح أن يوجه، لأنه إذا وجه يكون حادثا، لأنه مسبوق بالتوجيه، فلا يوجه، كأنه قبل أن يوجه لم يكن موجها فأصبح موجها، يعني سبق بعدم التوجيه،
وهذه سمة الحادث، فهنا مشكلة ثالثة أو رابعة، إذ الموجه مسبوق بالتوجيه وذلك يستدعي حدوثه، لأن نقول التوجيه شوف كده جميل، هذا فك الإشكال بطريقة مرضية وليست مقنعة، مرضية نرضى به. ليه يقول لك هو في في موجه وفي موجه إليه، فالتوجيه ينصرف ليس نحو الموجه وإنما نحو الموجه إليه وهو المخاطب، فسمي الحكم توجيه الخطاب باعتبار الحادث باعتبار المكلف وليس باعتبار الحق سبحانه وتعالى. وضحت كده؟ ولذلك مثلا باعتبار انه سيدنا موسى سمع كلام الله يقال باعتباره هو الله تعالى خاطب موسى، باعتبار موسى لانه هو الموجه اليه وليس باعتبار الحق، لانه لو وجه الكلام الى موسى ولم يكن قبل ذلك موجها لكان كلامه تعالى لسيدنا موسى حادثا. ولذلك اختلف العلماء في معنى خطاب الله أو في معنى كلام الله لسيدنا موسى، وكلام الله نفسي وأزلي وقديم، وهو ليس بحرف ولا صوت، فكيف يسمع ما ليس بحرف ولا صوت؟ يعني كيف نقول موسى عليه السلام خطب بالكلام أو سمع الكلام مع أنه ليس هناك حروف ولا أصوات ولا لغات؟ فقالوا ليس معناه أن الله تعالى ابتدأ الكلام لموسى ولم يكن متكلما، بل معناه أزال الحجاب، فبإزالة الحجاب أصبح موسى موجه إليه. طيب كيف سمع والكلام ليس بصوت ولا حرف؟ قالوا الله تعالى يرى وليس بجسم وليست له صورة وليست له جهة، فكما يصح أن يرى ما ليس في جهة وما ليس جسما وما ليس محدودا، كذلك يصح أن يسمع ما ليس بصوت وما ليس بحرف. ولا تزد، لأن الكيفيات دي من خصائص الحوادث والأمور الغيبية فوق العقول، فنؤمن بها ولا نخوض فيما وراء ذلك لأنه لا طائل تحته. المهم أن نؤمن بأنه تعالى متكلم وأن كلامه ليس بحروف ولا أصوات. لماذا؟ للإجماع على أن الأصوات والحروف حادثة، ولا شك في هذا عاقل. ولو أن إنسانا نازع أو خالف في ذلك لكان مجنونا، لأن الحروف فيها ألف وباء وتاء ولها بداية ونهاية، وكلام الله أزلي لا أول له، كيف يكون حرف؟ وبعدين الحروف مترتبة ومتعاقبة، فإذا قلت بسم الله لا يمكن تأتي السين إلا إذا انعدمت الباء، وكلام الله قديم والقديم لا ينعدم. فإذا قلت بسم أين السم عند الميم، انعدمت الباء وانعدمت السين، فكيف تكون قديمة؟ ثم إن الباء سابقة على السين والسين متأخرة، والمتأخر معناه حادث، فكلام الله ليس فيه تعاقب ولا ترتيب ولا تقديم ولا تأخير. فإذا فرق الأمة الإسلامية كلهم أجمعوا على أن الله تعالى متكلم، كل الفرق. والخلاف بين الفرق الإسلامية يرجع إلى أربعة فرق هي اللي لها شأن أو كلام في مسألة الكلام.
فمثلا فريقان قالوا بأن كلام الله تعالى قديم، وفريقان قالوا بحدوثه. الذين قالوا بقدم الكلام الأشاعرة أهل السنة والجماعة والحنابلة، والذين قالوا بحدوثه المعتزلة والكرامية. إذن أربعة فرق، فريقان قالوا بقدمه، وفريقان قالوا، والذين قالوا بقدم الكلام اختلفوا، والذين قالوا بحدوثه اختلفوا، الذين قالوا إنه قديم اختلفوا في الحروف والأصوات. فالأشاعرة وأهل السنة قالوا ليس هناك حروف وليس هناك أصوات، والحنابلة قالوا حرف وصوت، وقالوا إن الحروف والأصوات قديمة وإنما هي متعاقبة أو متقدمة أو متأخرة بالنسبة لنا لضعف الآلة، لأنه لا يمكن تنطق بالحروف معا، لابد أن تنطق بها إيه؟ لضعف إيه؟ الآلة. فلأجل هذا جاء الترتيب والتأخير والتقديم. الحنابلة قالوا لا، ده الحروف قديمة وحروف نورانية وليس فيها ترتيب ولا تقديم ولا تأخير، وهذا تحدث عليه مشكلة كبيرة، لأنه إذا كان ليس هناك تقديم ولا تأخير فتكون كلمة مثلا إيه لا ماعا، وبعدين إيه ما لاعا، تبقى واحدة في المعنى، لأنه الحروف إذا قدمت أو أخرت يختلف الإيه. لو قلت مثلا كتابة وكابتة، هل الحروف المعنى واحد؟ إذا قدم حرف على آخر يأتي به بمعنى جديد. إذن فكلام ما قاله أو ما نقل عن الحنابلة رد عليهم واحد من كبار الحنابلة ابن الجوزي في كتاب دفع شبه التشبيه، حتى بالغ بعض الجهلة المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد حتى قالوا بقدم الحبر أو الأوراق أو المصاحف أو، وهذا طبعا ضرب من الخبل، فكيف يكون؟ ولكن الردود واضحة، يعني هناك فرق بين التلاوة والمتلو، وهناك فرق بين الخطاب وبين المخاطب به، وبين القراءة وبين المقروء. فقراءتنا وتلاوتنا للقرآن حادثة، والكلام نفسه قديم، والمثال واضح وبسيط. تجد بعض الصوفية في الذكر يقول الله الله الله، أليس اللفظ الله، أليس هذا حادث؟ اللفظ حادث والمذكور قديم، يعني المدلول الذي دل عليه لفظ الجلالة قديم، أما اللفظ حادث. واضح؟ يبقى قلنا فريقان اتفقوا على قدم الكلام ولكن اختلفوا فيه في الحرف والصوت، وفريقان اتفقوا على حدوث وهم المعتزلة والكرامية، واختلفوا في هل هو يحدثه الله تعالى في ذاته أو يحدثه في خارج ذاته. فالمعتزلة قالوا هو حادث يعني مخلوق في خارج ذاته، فالله تعالى يخلقه في الشجرة أو يخلقه في النار أو في قلب النبي أو في اللوح المحفوظ. أما الكرامية قالوا يحدثه في ذاته، ولذلك جوزوا قيام الحوادث بذات الله تبارك وتعالى. اقرأ يا مولانا. نعم. الحنابلة ليسوا من أهل السنة؟ الحنابلة من أهل السنة، لكن الذين خالفوا مذهب، ويقال في العبارة الصحيحة بعض الحنابلة أو المتأخرون من الحنابلة، وليس المراد بهم الحنابلة أتباع الإمام أحمد. لما تقرأ دفع شبه التشبيه يذكر لك أسماءهم، أبو يعلى وفلان وفلان، هم الذين شانوا مذهب الإمام أحمد، متعصبوا أو متأخروا الحنابلة.
وليس الحنابلة الذين كانوا مع مين؟ مع الإمام أحمد رضي الله عنه. بعض الحنابلة أو المتأخرون، وقد بينهم وأفصح عن أسمائهم أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وهو كتاب صغير الحجم لكنه مفيد جدا، كتاب صغير بدراهم معدودة ولكنكم فيه من الزاهدين. اشتروا أو لا تشتروا، أنا ما الذي يعود عليه من أنا صاحب مكتبة أبيعا. فإن قلت لما أوله باسم مفعول فالجواب كما قاله الإمام الزيات في حواشيه عن أم البراهين بعد نقله بكلام المصنف من شر المقدمات، لأن الحكم الشرعي ليس المعني ما خوطبنا به، بيانه أن حقيقة الخطاب هو توجيه الكلام للحاضر. يبقى لا يصلح أن يكون الحكم هو التوجيه، ليه؟ لأن كلامه تعالى لا يصلح أن يوجه إلا ما هو إيه؟ حادث. فالجواب أن التوجيه ينصرف باعتبار الموجه إليه هو المخاطب، بمعنى أنه يزال، يعني ما هو ما فيش توجيه حقيقة، بس إذا أزيل الحجاب أصبح الكلام موجها بإزالة الحجاب، وهذا الحجاب ده يحجب من؟ يحجب المخاطب ولا المخاطب؟ يحجب المخاطب، فالله لا يحجبه شيء، فلو كان له حاجب لكان ساترا له، ولو كان ساترا له لكان حاصرا، وكل محصور محدود وكل محدود حادث. ولذلك الحجاب رفع عن مين؟ عن سيدنا موسى، مش عن الحق تبارك وتعالى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورائه حجاب. فالحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت. لأننا نقول التوجيه ينصرف نحو الموجه إليه وهو المخاطب، بمعنى أنه يزال عنه المانع الذي كان يمنعه من سماع الكلام أو الإقبال عليه أو ما أشبه ذلك مما يليق به. يعني مثلا إذا أراد الله أن يكلم سيدنا موسى يزيل الحجاب، فيسمع سيدنا موسى الكلام ثم يضع الحجاب فيمنع سيدنا موسى عن الكلام، فيصبح موسى ليس مخاطبا بعد أن كان مخاطبا. أما الله تعالى فهو متكلم قبل أن يكلم موسى وبعد أن يكلمه، فلم يجد أو لم يحدث في ذاته شيء، إنما التغير في جانب مين؟ في جانب موسى. يعني موسى قبل الكلام لم يكن مكلما، وأثناء الكلام كان مكلما، وبعد انتهاء الكلام يرد إلى الحالة التي كان عليها قبل الخطاب. فكل هذه التغيرات في شأن مين؟ في شأن موسى. واضح؟ ويقال يمكن، ويقال يمكن أن يتعلق بغير ذلك كتعلقه بالمتعلق من حيث تعلق المكلف به، أي الخطاب. يعني عاوز يقول لك تعلق الخطاب ده بأفعال المكلفين بسبب، يعني مش هو متعلق بالطلب، ده متعلق بهم بسبب الطلب أو الإباحة. وفيه تأمل، يعني كلام فيه لف شوي، إنما الثاني صريح وواضح. ويمكن أن يكون في موضع الخبر لمبتدأ محذوف. إيه معنى الكلام ده؟ يعني الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، يبقى معناه خطاب الله تعالى، تمام كده، المتعلق يعني وذلك متلبس بأفعال المكلفين، يبقى هو خبر لمبتدأ محذوف. فين المبتدأ؟ وذلك هو المتعلق بأفعال المكلفين. وحينئذ لا يلزم إعمال المصدر الموصوف، يعني حيبقى ما فيش إعمال المصدر الموصوف في الجار والمجرور كما تقدم. لو قلنا إنه هذا خبر لمبتدأ محذوف، يبقى قضية أنه
وصف المصدر أو نعت قبل إعماله سقطت، أصبحت غير موجودة، لأنه أصبح إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف. واضح؟ فإن قلت لما حدث متعلق فإن قلت لما حدث متعلق قوله بالطلب، فالجواب إنما حدث متعلقه لدلالة ما قبله عليه، أي لها، أي لتلك الأفعال. يعني لما حذف متعلق قوله بالطلب، يعني إيه اللي حيتعلق بالطلب؟ يعني بالطلب اللي هو إيه؟ أفعال المكلفين، أما أن تكون طلب فعل أو طلب ترك. فحذف متعلق الطلب لدلالة ما قبله عليه، لأنه عندما قال الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني معناها أي لتلك الأفعال. عرفنا الطلب؟ الطلب ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين، طلب فعل أو طلب كف أو الإباحة. أو الإباحة عطف على قوله بالطلب أو الوضع لهما، يعني للطلب والإباحة. يبقى الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، طلب، والطلب فيه أربعة. يبقى الإباحة تتمم كم؟ خمسة. أو الوضع لهما، يعني للطلب وللإباحة. تنبيه: الخطاب كالجنس يشمل خطاب الله وغيره وبإضافته إلى الله تبارك وتعالى. هنا في حاجة اسمها إخراج المحترزات، يعني لما يجي في التعريف نحفظ التعريف. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. حفظتم التعريف؟ نجي أقول لك اشرح التعريف أو أخرج محترزات التعريف، فهما معناهما واحد. لو قلت لك اشرح، هي نفسها أخرج محترزات الإيه؟ التعريف. الخطاب، أول شيء نمسك في الخطاب. الخطاب ده كالجنس. لماذا قال كالجنس ولم يقل جنس؟ لأنه الجنس في الحقيقة يكون في إيه؟ في الأجسام أو في الجوهر أو في الشيء، في الحسيات، الأجناس. إنما هنا ده تعريف لفظي، ما فيش جنس حقيقة. ولأن التعريف بالحد يلزم أن يكون فيه الجنس القريب والفصل الايه؟ القريب. وهنا لا توجد ذاتيات، يعني لا توجد ايه؟ لا يوجد جنس حقيقة. فأنزل كلمة الخطاب بمنزلة الجنس، فقال كالجنس، ولكنها ليست جنس حقيقة. فمثلا لما أقول الإنسان حيوان ناطق، فأقول حيوان جنس ولا أقول كالجنس؟ لأنه هو الجنس، لأنه هنا الجنس القريب تحت إيه؟ أنواع، تحت الفرس وتحت الجمل وتحت الإنسان إلى غير ذلك. أما هنا الخطاب هو كالجنس في الحد، كالجنس يشمل، كالجنس يشمل خطاب الله. كما أقول مثلا الحيوان يشمل الإنسان وغيره، يعني يشمل الإنسان والفرس والجمل، فكل هذا يقال له حيوان. فكلمة خطاب تشمل خطاب الله وخطاب الملائكة وخطاب الأنبياء وخطاب الآباء وخطاب الحكام، كل هذا يسمى خطاب. فلما أضاف الخطاب إلى الله خرج خطاب غيره. واضحته لسه؟ وبإضافته إلى الله تبارك وتعالى خرج عنه خطاب غيره. خطاب غيره يعني من ملك وإنس وجن. ولا يتوهم أن طاعته للأمر والسيد واجبة فيكون خطابهما حكما. ولا يتوهم أن طاعته أولي الأمر
والسيد يعني طاعة العبد لسيده واجبة، أليس كذلك؟ طاعة أولي الأمر واجبة، وطاعة السيد يعني العبد يطيع سيده هذا واجب. وإذا كانت الطاعة لولي الأمر واجبة والطاعة للسيد واجبة، فمعنى هذا أنه خطاب السيد وخطاب ولي الأمر حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يفيد الإيه؟ ها؟ الوجوب للطلب، يفيد الوجوب أو يفيد الندب، ويفيد التحريم أو الكراهة في طلب الإيه؟ الكف أو طلب الترك. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأمراء وبالنسبة للآباء أو للسادة فيكون خطابهما حكما. طيب كيف نخرج خطاب ولي الأمر وخطاب السيد من كونه حكم شرعي؟ وقد خرج من التعريف لأنها لطاعة مين؟ ولي الأمر والسيد، لأنها إنما توجب يعني تكون واجبة ليس بخطاب ولي الأمر نفسه أو بخطاب السيد، وإنما بإيجاب الله تعالى. يعني من الذي أوجب علينا طاعة الأمراء؟ ليس الأمير نفسه. يعني مثلا لو قال لنا الأمير أو الحاكم أو الرئيس إن طاعتي عليكم واجبة، فبهذا الخطاب لا تجب. ليه؟ لأن الذي يجب به هو خطاب الله، فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن فالخطاب خطاب الله وليس خطاب مين؟ السيد، ولا خطاب ولي الأمر. يبقى إذن خرجت طاعة السيد وخرجت طاعة ولي الأمر لأنها لا تجب لخطابهم، وإنما تجب لخطاب الله تعالى. واضح؟ وخرج بقوله بأفعال المكلفين كما قال الإمام المحلي خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته. يعني إذن عندما قال في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خرج خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته، وخرج خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين، لا بد أن يكون متعلق بأفعالهم، وخرج خطاب الله المتعلق بالجمادات، يعني مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو خالق كل شيء، هذا إيه؟ خطاب الله، ولكنه ليس متعلقا بأفعال، هذا متعلق بذاته أو متعلق بصفاته أو بأفعاله. ولقد خلقناكم، هذا خطاب للمكلفين، ولكنه ليس متعلقا بأفعالهم وإنما متعلق بذواتهم. وقال تعالى ويوم نسير الجبال، هذا خطاب الله تعالى لكنه متعلق بالجمادات في الجبال. وخرج خطاب الله المتعلق بصفات المكلفين أيضا، إذ هي ليست بأفعال. يعني مثلا إذا قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم، هذا معناه إيه؟ بيتكلم عن صفاتهم وأحوالهم، ولا يخاطبهم بفعل ولا إيه؟ بأمر ولا بنهي. وبقي في الحد قصص أفعال المكلفين والأخبار المتعلقة بأعمالهم. يعني مثلا ممكن يكون الخطاب متعلق بأفعال المكلفين ولا يسمى حكم شرعي، إذا كان متعلقا بها ليس على جهة الطلب، كقوله تعالى، شوف واضح، والله خلقكم وما تعملون، ده بيتعلق بأعمال المكلفين لكن لا على جهة الايه؟ الطلب، وإنما على جهة الإخبار.
فأخرجهما اللي هم قصص أفعال المكلفين والأخبار. يبقى فأخرجهما أي قصص أفعال المكلفين والأخبار أخرجهما بالطلب. فإن قلت بقي ما يخرج بقوله المتعلق وما يخرج بقوله المكلفين. يعني بقيت كلمتان لم نجعل لهما محترزات، كلمة المتعلق وكلمة المكلفين. فالجواب يعني أما يعني ما خرج أو ما يخرج بقوله المتعلق فقد قال فيه بعض المحققين، يعني قال فيه أي في المتعلق أنه ليس للاحتراز، يعني وصف الخطاب بأنه متعلق هذا ليس وصفا احترازيا، ليس قيد احترازي، بل هو صفة لازمة للخطاب، يعني لأن الخطاب لا يكون خطاب إلا إذا كان متعلق، فده يعتبر صفة كاشفة، قيد كاشف وليس قيد احترازي، بل هو صفة لازمة للخطاب، أي خطاب الله تعالى لا يخلو عن تعلق شيء. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ المكلفين. وأما الثاني فأمره في عبارة المصنف رحمه الله مشكل، حيث قال في التعريف أو الوضع لهما، يعني يريد أن يقول لك الصبي والمجنون لا يتعلق بهما خطاب التكليف، وإنما يتعلق بهما خطاب الوضع. فهل الصبي مكلف؟ هل المجنون مكلف؟ فلا يتعلق به خطاب التكليف، وإنما يتعلق به خطاب الوضع، ولذلك قال أو الوضع لهما، على ما صرح به شيخ الإسلام مين؟ الشيخ زكريا في حاشيته على جمع الجوامع تبعا في ذلك لغيره. وقد يقال يعني ممكن يقال في الجواب جواب سهل، يعني كيف يخرج الصبي والمجنون من قوله المكلفين؟ فالجواب حيث عرفوا المكلف ب البالغ العاقل، فإذا كان المكلف هو البالغ العاقل خرج خرج الصبي وخرج المجنون، يلزم خروجهما من التعريف، فأي طريق يتناولهما؟ فإن قلت ما المراد بقوله بأفعال المكلفين؟ سؤال ده، اقرأ. فإن قلت ما المراد بقوله بأفعال المكلفين فالجواب كما قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح ما يصدر منه ليشمل القول والنية. يعني لا تظن أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني أقوالهم وأفعالهم، أو متعلق بأفعالهم يعني حركاتهم، ولا الأفعال هنا ثلاثة القول والفعل والنية، ولذلك قال ما يصدر منه يعني من المكلف. فمن النية تصدر ممن؟ منك، من المكلف، والأقوال تصدر منك والأفعال. فليس المراد بالأفعال يعني الأقوال لا تدخل، ليه؟ لأن الأقوال من جملة الأفعال، فالأقوال هي فعل ولكنها فعل اللسان. يبقى هناك فعل للسان، ما هو؟ ماذا يفعل اللسان؟ يقول. أي فعل له؟ يقول. هل للسان فعل آخر غير اللسان، غير القول؟ لا، فيه الطعام كيف يتحرك في الفم، كيف تبلع الطعام، لو قطع اللسان كيف ماذا؟ اللسان له وظيفة أخرى، يحرك الطعام. يبقى إذن
بأفعال المكلفين يدخل فيها القول، في هل تظن أن القول لست مكلف ليس فيه تكليف؟ والصحابي الجليل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه، قال له إيه، أمسك عليك لسانك أو كف لسانك، قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ده أخطر حاجة اللي هي في اللسان. ده أنت لو يعني ربنا نجاك من هذا الباقي سهل، المشكلة كلها أنت عارف الكفر والإيمان بيكون باللسان. آمنت أنه لا إله إلا الله، صدقت، كذبت، كل فين الزواج والنكاح والطلاق والبيع والشراء بيكون بين باللسان. باللسان هو المشكلة العظمى. يبقى إذن أفعال المكلفين القول والفعل والنية ما يصدر. اقرأ. فالجواب كما قال ابن شريف رحمه الله تعالى في الشرح ما يصدره يشمل القول والنية، يعني كل ما يصدر من المكلف سواء كان أقوال أو أفعال أو نية، حتى النية تحاسب عليه، بل لا يصح العمل إلا بها، إنما الأعمال بالنيات. يعني مثلا إذا أنا قمت للصلاة من غير نية أو توضأت من غير نية هل ينفع الوضوء؟ ومراده بالصدور أن يكون مكتسبا له بذاته كركعات مثلا أو باعتبار أسبابه كالإيمان بالله ورسوله، لأن اكتسابه باعتبار أسبابه كالنظر مثلا، أما ذاته فمن مقولات الكيف. هنا يشرح لك إيه كلمة يصدر، هي معنى يصدر، ما المراد بالصدور؟ يعني أن يكون هذا الفعل أنت مكتسب له بذاته، يعني أنت اكتسبت لذات الفعل. في أفعال إحنا نكتسب ذاتها، وفي أفعال لا نكتسب ذاتها وإنما نكتسب أسبابها. يعني مثلا ركعة، ما هي الركعة؟ ركوع كده تنحني، سبحان ربي العظيم، سمع الله، انت كده عملت ايه؟ عملت نفس ذات الحركة اللي الركوع والسجود، فأصبحت انت ركعت، يعني فعلت ذات الركوع. اما الايمان ده معناه انشراح الصدر او حديث النفس التابع للمعرفة. فكيف تفعل الايمان؟ قالوا الايمان في ذاته ليس فعلا، وانما أسبابه هي الفعل، اللي هي النظر والتأمل والبحث في الأدلة. يبقى إما أن تكون مكتسبا له بذاته كركعة، أو مكتسبا له باعتبار أسبابه. يعني في مثلا فعل إيه تعمله مباشرة، وفي فعل تعمله بواسطة. فمثلا أنت تكلمني كده مباشرة، يبقى أنت كده كلمتني، أو تكلم الشيخ محمد فيكلمني، وأنت كلمتني بواسطته، ففي الحالتين أنت إيه مكلم لي. واضح؟ يبقى إذن هناك أفعال نفعلها مباشرة، وفي أفعال نفعلها بواسطة أسبابها. هذا معنى إيه؟ أن يكون مكتسبا له بذاته، يعني اكتسبت الفعل ذات الفعل، أو اكتسبت الفعل. ربنا أمرنا بالإيمان، لكن كيف أفعل الإيمان؟ المراد هنا لا أفعل ذات الإيمان، وإنما أفعل أسباب الإيمان. خلاص كده. أما ذاته يعني ذات الإيمان، طب سؤال، لماذا لا أفعل ذات الإيمان؟ أصل ذات الإيمان ده، الإيمان مش زي الركوع والسجود أو زي الضرب أو زي الإيمان، ده كيفية، كيف يعني وصف، والوصف لا يدخل في الفعل، مش اختياري. يعني مثلا لو أنا قلت لك الآن يا فلان ارضى، الرضا ده
وصف كيف لا أرضى إلا إذا كان يعني في سبب، يعني مثلا ارضى فلا ترضى، ارضى لا ترضى، أعطيك مثلا 100,000 فترضى الرضا التأيل، السبب اللي هو إيه المال الكثير ده رضيت، إنما لو أخذت مرة أخرى ويتحول الرضا إلى إيه سخط. فكذلك مسألة الإيمان إن نظرت في الأدلة وفهمتها يحدث انشراح صدر يعني قبول، وإذا لم ترضى أو لم تفهم يحدث إعراض. ولذلك قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، بس في أسباب ولا ما فيش؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد. يبقى الذي تفعله مباشرة هذا مكتسب له بذاته، والذي تفعله باعتبار أسبابه هذا بواسطة. يعني مثلا الإيمان يحدث بالنظر، يعني بالنظر التأمل في مخلوقات الله في عجائب، فربنا يهديك ويشرح صدره. أما ذاته فمن مقولات الكيف، عارفين الكيف يعني يعني الصفة. وبالجملة وبالجملة الإجماع قائم على أن الصبي لا يخاطب بأمر الإيجاب ولا بنهي التحريم. يعني في إجماع، يعني قلنا إحنا لما قال بأفعال المكلفين، والمكلف هو مين؟ من هو المكلف؟ البالغ العاقل. فهناك إجماع على أن الصبي لا يخاطب بأمر الإيجاب ولا بنهي التحريم، يعني لا يقال للصبي أقم الصلاة على أنها واجبة، ولا ينهى مثلا عن شرب الخمر أو عن السرقة على أنها حرام، لأنه غير إيه غير مكلف. فالبلوغ شرط التكليف بهما إجماعا، بهما أي بإيه؟ بأمر الإيجاب ونهي التحريم. وأما أمر الندب، سؤال ثاني، عرفنا أن الإجماع على أن الصبي ليس مخاطبا بأمر الإيجاب ولا بنهي التحريم، لكن هل هو مخاطب بأمر الندب؟ فالصحيح أنه لا تكليف فيه في البالغ، يعني وانت بالغ الندب ده لا يسمى تكليف، لأن التكليف هو إلزام، والإلزام يدخل فيه اثنان فقط الإيجاب والتحريم، هذا إلزام فعل وهذا إلزام ترك. إذن فالصحيح أنه البالغ لا يعتبر أمر الندب له تكليفا، فما بالك بالصبي؟ يعني معناها كده النتيجة التي وصلنا إليها أن الصبي لا يخاطب أو غير مخاطب بأمر الإيجاب ولا بنهي التحريم ولا بأمر الندب ولا بنهي الندب، لأن الندب إما أن يكون أمر أو إيه أو نهي. فالصحيح أنه لا تكليف فيه، يعني في إيه؟ في الندب في البالغ. وأما نهي الكراهة فقال العضد إنه كالأمر، ما واحد إذا كان أمر الندب، ما هو الندب إيه؟ ضده إيه؟ لما أقول هذا مندوب والثاني إيه؟ مكروه، هذا واجب اللي يقابله الحرام، يبقى إذا نهي الكراهة زي ما قال سيدنا الشيخ العضد الإي زي الأمر، خلاص كده في الخلاف. وإن الخلاف لفظي، يعني لفظي لأنه الأمر زي النهي. أما الإباحة إذا كان لا ليس الصبي مكلفا بأمر الإيجاب ولا بنهي التحريم ولا بأمر الندب ولا بنهي الكراهة، فماذا بقي في أقسام الطلب؟ الطلب خلاص انتهى، الطلب أربعة، إما إيجاب وإما تحريم وإما ندب وإما كراهة. ما الذي بقي في الأقسام التكليفية؟ الإباحة، فأولى بعدم التكليف، ده من باب أولى. يعني لو قلنا الإباحة فيها تكليف
والند بما كيف فاز يبقى إذن ده أولى، لأنه المباح أصلا لا نكلف به. التكليف يعني إلزام أو طلب، والإباحة لا فيها إلزام ولا فيها طلب. وهل قطعا يعني هل الإباحة غير مكلف بها قطعا؟ طبعا. أو يجري الخلاف كما جرى في المندوب. خلاص كده نيجي بعد كده لإيه؟ لمسألة هنا. عرفنا الآن الصبي ها من التكليف معناه لا يكلف إلا من هو بالغ عاقل، والصبي غير بالغ، بس غير بالغ مش هنقول غير عاقل، إنه في صبي يفهم أحسن من الكبير فهو غير بالغ. ولكن هل العقل وحده يعني التمييز يكفي؟ لا، لابد من الإيه. يبقى إذن الصبي غير مكلف. طيب يجي هنا إشكال، يقول لك ما هو الصبي مأمور كما في الحديث في صحيح مسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم. وهذا ممكن يحمل على أنه ندب وليس على أنه وجوب، يعني من باب التدريب وتعليم الصلاة، وأنه يعتاد عليها يتعود حتى يصبح عند البلوغ يعني يصلي. فهل معنى هذا أو هنا البعض قد يستأنس ويقول هنا تعلق بهم يعني بالصبيان خطاب الندب: مروا أولادكم الصلاة، مش ده أمر ده، ولكنه ليس على جهة الإيجاب ولكن على جهة الندب. وبعدين بيقول لك عندما يبلغ 10 سنين يبقى إيجاب، لأنه قال واضربوهم، وطالما في عقوبة في ضرب يبقى معناها إيجاب. يبقى 7 سنين ده ندب، 8 ندب، 9 ندب، 10 اضرب، يبقى أصبح وفرقوا بينهم في في المضاجع، يبقى ده واجب. هل كذا هل هذا الحديث هنا يحدث مشكلة فيما سبق تقريره؟ قال لك لا، انظر، لأن الخطاب أن الحكم الشرعي هو خطاب مين؟ خطاب الله. والخطاب هنا مروا أولادكم ليس للصبيان ولكن للآباء، مروا أولادكم. فإذا يبقى هو الخطاب ليس متعلقا بالصبي وإنما متعلق بالآباء، لأن الأمر فيه المين مروا. لكن ما جاء الأمر بقوله مثلا اجعلوا، ولكن قال مروا، يعني يكون الأب آمرا بالأمر الذي أمر الله به الآباء عن طريق مين؟ عن طريق سيدنا رسول الله، لأن الذي قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروا. وأمر النبي يعتبر تبليغ عن مين؟ عن الله تعالى، أو أنه مأذون في في أن يأمر، يعني عنده استقلالية، يعني ممكن يكون الأمر منه صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقول مثلا في الحديث: إن الله يأمركم بثلاث، يأمركم يعني هو مبلغ عن الله أو ينهاكم. وفي بعض الأحاديث يقول إني آمركم. يبقى هنا في قاعدة أصولية اختلفوا فيها: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو لا؟ يعني الله تعالى ما أمر الآباء بالصلاة ولكن أمرهم بالأمر، فقال مروا، فأمرهم بأن يأمروا. فهل أمر الآباء اللي هو أساسه أمر النبي اللي هو أساسه أمر الله، فهل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ هل فهمتم؟ طبعا لا. أعطي مثالا. أنت الشيخ اسمك عبد الهادي، أنا أمرتك أن تأمر، اسمك
لقمان أمرتك أن تأمر لقمان بضرب إيه فلان، يبقى أنا اللي أمرتك وأنت إيه أمرته، فهل هذا الأمر اللي هو لك أمر له؟ يعني هل يعتبر الأمر من جهتي له ولا لك أنت؟ أنا أمرتك أن تأمره، واضح كده؟ بأن يفعل كذا أو أن يقول كذا. فهنا اختلفوا فيها أن الأمر بالشيء، البعض قال الأمر بالأمر بالشيء أمر به، خلاص زي ما في قاعدة في المنطق تقول لك إيه، المساوي للمساوي لشيء مساو لذلك الشيء، ولكن هذا يقولون في خصوص المادة. يعني مثلا أنت في علمك تساوي الشيخ محمد، مش كده؟ يعني أنتوا الاثنين في العلم متساويان، والشيخ محمد يساوي طلحة، يبقى أنت مساوي لطلحة. المساوي للمساوي للشيء، المساوي للمساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، لكن هذا لخصوص المادة. فإنك لو أبدلت مادة المساواة بمادة العداوة مثلا لا يصح. فإذا قلنا زيد عدو لبكر وبكر عدو لعمر، هل يلزم أن يكون زيدا عدو لعمر؟ لا، إنما يلزم في المساواة. يعني إذا كان زيد مساويا لعمر وعمر مساويا لبكر فيلزم أن يكون زيد مساويا لبكر، أما إذا كان عدوا فلا يلزم. واضح؟ وضحت؟ يبقى هنا في اختلاف، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ خلاف على أنه أمر به يتعلق، على أنه ليس أمرا لا يتعلق. اقرأ يا شيخ. وأما خطاب الوضع فيتعلق بالصبي والمجنون. يبقى إذن المشكلة كانت في خطاب إيه؟ ها؟ المشكلة في أي؟ في خطاب التكليف هو اللي فيه الإشكال. أما خطاب الوضع فيتعلق بالصبي والمجنون كما تقدم خلافا للمصنف، وما ذكرناه من تعلق الخطاب بالصبي وعدم تعلقه إنما هو في التعلق التنجيزي، وأما التعلق المعنوي فهو متعلق بالصبي والمجنون. يعني التعلق الصلوحي ده ليس هناك مانع المعنوي أن يتعلق بالصبي والمجنون لأنه ليس تنجيزيا، حتى قالوا إنه يتعلق بالمعدوم، وكذا بالعدم بالكلية الذي لم يوجد أصلا فعرفه فإنه نفيس. يعني الخطاب الصلوحي اللي هو المعنوي ده يتعلق حتى بالمعدوم لأنه ليس فيه حقيقة، ده هو تعلق صلوحي تعلق معنوي ليس تعلقا تنجيزيا. مش قلنا يسمى تعلق صلوحي أو معنوي قبل وجود المكلفين ولا يكون تنجيزيا إلا بعد وجودهم؟ فإن قلت اقرأ. فإن قلت التعلق الذي للكلام ما هو، فالجواب تعلق دلالة التعلق على، يعني الخطاب الشرعي ما هو؟ ها؟ الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الله، والخطاب هو كلام الله. طيب التعلق اللي هو لصفة الكلام تعلق إيه؟ تعلق دلالة. إذ التعلق على ثلاثة أقسام. يعني كلمة تعلق دي وهي معنى التعلق أصلا، هي معنى كلمة تعلق. التعلق معناه طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات، فإن لم تقتضي الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات لا تكون متعلقة،
كصفة الحياة، وهي الصفة الوحيدة ليس لها تعلق. ليه؟ لأنها لا تطلب أمرا زائدا على قيامها بالذات. أما القدرة فهي قائمة بالذات، ولكنها تطلب مقدورا ممكنا لكي تؤثر فيه بالإيجاد والإعدام. فإذا طلبت شيئا زائدا على قيامها بالذات، هذا هو معنى التعلق. والتعلق إيه معناه؟ تعريفه طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. فهمتم؟ التعلق اقتضاء الصفة أو طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات. كأن الصفة لها إيه؟ لها أمران. الأول هو قيامها بالموصوف، والثاني هو طلبها لأمر زائد على قيامها بالموصوف. فمثلا العلم، يا شيخ خيري، العلم إيه؟ قائم بذات الله. لكن هل العلم يطلب شيء آخر غير القيام بالذات أو لا؟ يطلب معلوم. العلم له معلوم، والقدرة لها مقدور، والإرادة لها مراد، وهكذا، والسمع مسموع والبصر مبصر، وهكذا. طيب الكلام تعلقه تعلق دلالة، إذ التعلق، التعلق عرفنا معنى التعلق اللي هو إيه؟ هذا على ثلاثة أقسام: تعلق دلالة وهو تعلق الكلام، تعلق انكشاف وهو تعلق العلم والسمع والبصر والإدراك. بس الإدراك يعني صفة الإدراك على القول به، لأنه صفة الإدراك احنا بنقول صفات المعاني سبعة، في من زاد صفة ثامنة وهي صفة الايه؟ الإدراك. ما هو رأي الأشاعرة في صفة الإدراك؟ هل يثبتونها أو ينفونها؟ في البعض أثبتها والبعض نفاها، لكن الصحيح هو التوقف، لا نثبت ولا ننفي. والتعلق كم؟ تعلق ثلاثة: تعلق دلالة، وتعلق انكشاف. تعلق الدلالة هو لإيه؟ لصفة الكلام، وتعلق انكشاف لصفة العلم والسمع والبصر والإدراك على القول به. يبقى تعلق العلم ماذا يسمى؟ تعلق العلم انكشاف. طب السمع انكشاف، والبصر انكشاف، والإدراك على القول به يسمى انكشاف. ولكن انكشاف العلم غير انكشاف السمع، غير انكشاف البصر، غير انكشاف، يعني كل انكشاف يغاير الآخر. وتعلق تأثير، وهو تعلق القدرة والإرادة. يبقى الإرادة تعلقها يقال له تأثير بمعنى التخصيص، وتعلق القدرة تأثير بمعنى الإيجاد والإعدام. ثم قال: ولما فرغ من تعريف الحكم الشرعي شرع الآن في ذكر أقسامه الداخلة في الطلب. يعني قلنا الأقسام اللي داخلة في الطلب كام؟ أربعة أشياء، ويدخل في الطلب أربعة أشياء: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. ما هو الإيجاب؟ طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله وبرسله وكقواعد الإسلام الخمس. ما هو الندب؟ طلب الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر مطلوبة ولكنها طلب غير جازم، ونحوها زي صلاة الضحى وصلاة الوتر إلى غيره. والتحريم هو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كشرب الخمر والزنا ونحوها. والكراهة طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم كالقراءة في الركوع والسجود. أما الإباحة فهي إذن الشرع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر كالنكاح والبيع مثلا. ويدخل يعني يندرج في الطلب المتقدم ذكره في الحكم الشرعي أربعة أشياء، يعني أربعة أحكام. الأول الإيجاب. هنا حيذكر أقسام الحكم الشرعي الداخلة في الطلب كم؟
أربعة الإجابة ولا شك أنه نوع من الخطاب، وكذا البواقي، البواقي اللي هو إيه؟ الندب والتحريم والكراهة. والثاني الندب أي المندوب، والثالث التحريم أي المحرم، والرابع الكراهة يعني المكروه. وإنما دخلت الأحكام الأربعة في الطلب لأن الطلب على قسمين، إما طلب فعل أو طلب ترك، وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم، فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين بأربعة. ثم أخذ في تعريف هذه الأحكام أولا فأولا، وبدأ بالواجب فقال فالإيجاب أي الواجب. هو يعني سؤال هنا، لماذا عرف الإيجاب ولم يعرف الواجب؟ إيه الفرق بين الإيجاب وبين الإيه؟ الواجب، وإيه الفرق بين التحريم وبين الحرام؟ ها؟ وبين المكروه والكراهة، وبين المندوب والندب. يعني هو لماذا لم يقل فالواجب؟ إنما عرف الإيجاب، لأنه إذا عرف المصدر هيدخل إيه؟ تعريف في الواجب، إنما إذا عرف الواجب لا يدخل تعريف الإيه؟ المصدر. فكأنه عرف اللي هو إيه؟ يشمل الأصل. واضح كده؟ فبدل ما يعرف الإيجاب الواجب عرف الإيه؟ الإيجاب، فيفهم منه تعريف الإيه؟ الواجب. ولهذا قال الإيجاب أي الواجب هو طلب كالجنس شامل للأحكام الأربعة. عارفين الأحكام الأربعة اللي ذكرها؟ الإجابة والندب والتحريم والكره. والمراد بالطلب الطلب النفسي المعبر عنه باللفظ، لأن الألفاظ تدل على الكلام النفسي. طلب، ويدخل إيه في الطلب أربعة أشياء: طلب الفعل، فصل خرج به التحريم والكره لأنهما طلب كف عن فعل لا طلب فعل. والمراد بالفعل هنا هو الحاصل بالمصدر لا الإيجاد والإيقاع، لأن التكليف إنما تعلق بالأول دون الثاني. يعني التكليف يحصل بالمعنى الحاصل بالمصدر وليس بالمعنى المصدري، لكون المعنى المصدري ده انتزاع وليس إيه؟ يعني هو أمر اعتباري وليس أمر وجودي، فلا يتعلق به الطلب لكونه أمرا اعتباريا لا تحقق له، كما قال السعد عن السعد التفتازاني: وأقره غير عليه غير واحد كالكمال بن أبي شريف المقدسي في حواشي العقائد طلبا جازما. فصل ثاني خرج به الندب لأنه طلب للفعل من غير جزم في الطلب، بأن لا يؤذن في الترك، بل هذا قد يسمح له في الترك اللي هو إيه؟ المندوب. يعني كالإيمان بالله لما قال ويدخل في الطلب، يبقى إذن هنا في تفصيل، فالأحسن أن نقف على إيه؟ ويدخل في الطلب أربعة إيه؟ أشياء. نكتفي ولا نكمل؟ طبعا من خيرك فقد حيرك، فأولى يعني أن نكتفي حتى يعني لقد أحسست بهذا. اللهم صل أفضل صلاة على صحبه وسلم عدد معلومات ومداد كلماتك كلما أدرك ذاكرون وغفل عن الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ورجال كلماتك كما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرهم غافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هل هناك شيء يتعلق بموضوع الدرس؟ سؤال أو غيره أو استفسار أو إيراد أو توهم؟ تفضل. قوله فالإيجاب أي الواجب هو إلى آخره، حيث إنه سوى بين الإيجاب والواجب. ولم يسوي وفسر أن الإيجاب اللي هو المصدر ليس المراد، إنما المراد الواجب. إنه عرف الإيجاب وأراد الواجب. بهذا ليس موسى يقول لك المراد هنا ليس نفس الإيجاب، وإنما المراد تعريف الواجب. والواجب والفعل وليس الخطاب. نعم. الواجب والفعل وليس الخطاب. أيوه، عشان كذا هذا الإيجاب ده اللي هو الخطاب، إنما الواجب اللي هو أنت يجب عليك فعله، والحرام الذي يجب عليك تركه، يعني عدم فعله. فلأجل هذا بيقول الإيجاب أي، يعني ليس المراد الإيجاب اللي هو المصدر، إنما المراد به الفعل. فلأجل هذا فسره ولم يساوي، يعني أي المراد كذا، كما تقول مثلا قال كذا وأراد كذا. ما موقف أهل السنة والجماعة عن التوحيد الثلاث؟ ألوهية ربوبية. هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. التوحيد لا ينقسم إلى هذه الأقسام، فإنها هذه أحدثها ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم تكن معروفة قبله. ليس هناك فرق بين الرب وبين الإله، فالرب هو الإله. ولو قرأ ابن تيمية رحمه الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فالإله هو الرب هو الملك. هل قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس وإله الناس؟ الرب هو إيه؟ الإله، والإله هو الرب. الله ربنا، الله إلهنا، وإلهكم إلهكم إيه؟ إن ربكم الله. فهذا يعني توحيد أو تقسيم يؤدي إلى الحكم على الأمة بالشرك، لأنه قال التوحيد اللي هو ينفع وينجي اللي هو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية هذا وحد به المشركون، يعني جعل المشركين موحدين في الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم، الربوبية عن الخلق والرزق والأفعال، أما الألوهية عن العبادة. فأهل الشرك وحدوا أنهم اعتقدوا أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقول، فهم موحدون في الربوبية. لكن الشرك من أين أتى؟ من الألوهية، لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، بل عبدوا الله وعبدوا معه وعبدوا الشريك. لكن السؤال، لماذا عبد الشريك على أنه رب أيضا وعلى أنه إله؟ فهم إذا وقعوا في شرك بالألوهية أيضا يقعون في شرك الإيه؟ لكن عندما سئلوا في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم، هذا ليس معناه إقرار منهم بتوحيد الربوبية، هذا في معرض المجادلة. ولئن سألتهم، يعني عندما يضطر يصبح يعني محاصر ولا مفر له، فلا يستطيع، لأنه مثلا إذا قلت لفرعون نفسه، فرعون اللي قال أنا ربكم أعلى، إذا قلت له من خلق السماوات يقول لك الله، فرعون نفسه. ليه؟ لأنه يصبح محاصر، لأنه لو قال أنا خلقتهما، حيجي واحد يقول له أنا ولدت قبلك وكانت السماوات والأرض موجودة، شفت كده؟ فهو مضطر، ولكنه هل هو مؤمن بذلك؟ لا،
فعندما قالوا خلقنا الله في حالة إلجاء واضطرار في الجواب، وليس هذا تعبير عن حقيقة اعتقادهم، لأنه حقيقة اعتقادهم يقولوا إيه في مثلا في سورة المؤمنون، بل قالوا مثل ما قالوا إيه إنما يعني أساطير وأوهام. يعني هات كده الآية في سورة هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف أفلا تعقلون، بل قالوا مثل ما قال الأولون أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يعني ينكر البعث وينكر الألوهية وينكر الربوبية. لقد وعدنا، دحنا قيل لنا هذا من قبل، قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، إن هذا إلا كل هذا أساطير وضلال. فالقرآن ألجأهم إلى الاعتراف. يعني فقال لهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، لأنه لا يجدون قولا ماذا يقول. يعني عندما يصبح محصورا، يعني مثلا هو لا يؤمن بأن العدد زوج ولا فرد، فتقول له العدد إما زوج وإما فرد، فيقول لك هذا زوج أو هذا، لأنه لا يجد شيئا آخر يقوله، لا يستطيع أن يقول أنا خلقت. ولذلك شوفوا القرآن وإلزام، هذا يسمى حجة إلزامية. شوف كده، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لأنه أحد أمرين، إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق، ففي هذه الحالة يصبح هو الخالق. طب والسؤال، إذا كنت أنت الخالق لماذا لم تخلق إلا نفسك؟ لماذا لم تخلق السماوات؟ لأن الذي جعلك تخلق نفسك فأنت قادر على أن تخلق مثلك. شوف كده الترتيب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى هذا الذي قاله المشركون عندما قال ولئن سألتهم من لا يقول، ليس اعترافا بالربوبية وإنما ده إلزام بدليل ولئن سألتهم، يعني عندما لا تسألهم لا يعترفون. زي بالضبط الرجل اللي السارق أو اللص، هل يعترف بالسرقة؟ لكن لما يأتي أمام النيابة أو يقول سين وجيم وسين وجيم فينحصر في الأسئلة فلا يجد مفرا إلا الاعتراف، وبعد كده ينكر. هذا هو حال المشرك. زي بالضبط المشرك كافر ولا يؤمن بالله ولا إنه في آخر، وعندما مثلا يكون في البحر ويصاب بالغرق يضطر يقول يا الله يا رب، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ده في حالة الاضطرار، إنما في حال الرخاء يكفر بالله. فإذا الذي فهمه ابن تيمية غير صحيح، لأن القرآن سماهم مشركين ولم يقل إنهم موحدين. فهذا يترتب تقسيم التوحيد إلى ثلاثة، يترتب عليه أحد أمرين أحلاهما مر، إما الأول الحكم على المشركين بالتوحيد والحكم على الموحدين بالشرك. يعني المشركون موحدون لأنهم مقرون بالربوبية، والمسلمون مشركون لأنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون الأولياء والصالحين. فهذا خطأ، يعني ولا يوجد فئة، لا في كتب الإمام الغزالي ولا الأشعري ولا الرازي ولا إمام الحرمين ولا في الأحاديث ولا في الكتاب ولا في السنة ولا حتى مثلا في كتب اليهود والنصارى، هذا غير موجود حتى في التوراة والإنجيل. فلا يوجد حاجة اسمه توحيد. التوحيد لا ينقسم. التوحيد إيه تعريفه؟ إفراده، يعني حتى الأشاعرة إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. فكيف من أين جاءت هذه الأقسام؟
بل هناك حاجة أحدثها السلفية سموها الحاكمية، والأسماء يعني هي مش ثلاثة أقسام، ده زادوا الآن يمكن بيجوا ستة أو سبعة في توحيد الأسماء والصفات، الربوبية الألوهية، في توحيد الحاكمية، مش عارف في توحيد تاني اسمه توحيد إيه كده، يعني كل مرة يجيبوا إيه نوع جديد. وبعدين الذي يبطل هذا سؤال الملكين في القبر، عندما يوضع الميت في قبره المفروض عند السلفية توحيد الربوبية، ها لا ينجي، مش كده؟ المنجي هو توحيد الايه؟ يبقى إذن يخطئ الملكان عندما يسألان العبد في القبر من ربك؟ كان يعني المفروض يقول من إلهك؟ فمن ربك يعني معترف، مشرك مش معترف، كان المفروض السؤال يكون ايه؟ من إلهك؟ يبقى إذن ده ثلث التوحيد، ما فيش حاجة، التوحيد لا يتبعض، هل هناك ثلث وربع ونصف ولا هو توحيد؟ ففي تلازم، يعني نقول بالتلازم، يعني يلزم من أنه موحد للإله فهو موحد الرب، فهو موحد الله في صفاته، فهو موحد الله في كل، متلازمة مع بعض وليست أقسام، عارفين كده الدلالة الالتزام. بس هم للأسف السلفية يحرمون المنطق فلا يعرفون دلالة الالتزام، ويحرمون أصول الفقه، ما المفروض يحرموا أيضا علم الحديث، لأنه أيضا مصطلح الحديث والسند والرجال والجرح والتعديل بدعة أيضا ما كانش موجود، فلا يبقى لهم علم أصلا خلاص. فهذا كلام يعني لا يصح، ليس عليه دليل، وقلنا الفهم مردود عليه. في شيء آخر؟ إذا بيقول لي ما موقف أهل السنة من الأحباش والشيخ عبد الله الهرري؟ اسأل سيدنا الشيخ عبد الباس، هو راح عندهم أو زارهم، ويؤخذ عليهم في معنى، لا لم أقرأ كثيرا، إنما الذي يؤخذ عليهم التكفير، يعني عندهم إيه الحكم، يسارعون في التكفير، ولكنهم ليسوا وهابية على ما أعتقد، الخطأ عندهم أنهم يسارعون في إيه؟ في التكفير. وأيضا يعني فإذا كانوا يتسارعون إلى التكفير فأيضا يسارعون في الطعن والشتم والسب، هذا موجود يعني، ولهم مؤلفات واضحة في ذلك. والمؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فلا نسب ولا نطعن ولا نلعن ولا نكفر، ابتعد عن دائرة التكفير ابتعادا شديدا، فر منها كفرارك من الأسد، لا تكفر أحدا ولو كفرك خلاص. في بعض الناس المتصوفة يقول إيه من كفرنا كفرنا، لا هو يكفرنا ونحن لا نكفره، نحن نتوقف فيه، ندعو عليه أن الله تعالى يهلكه، لكن لا نكفر، لا، مشكلة كبيرة جدا، التكفير هذا طريق إلى النار، يعني الحركات أو الجهادية أو الإخوان أو السلفية السمة الغالبة التي تجمعهم هي تكفير الأمة، هذا خطر عظيم، خطر شديد، يعني خطورة التكفير أشد من القتل، إياك أن تلجأ إلى تكفير أحد مهما كان إلا إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر القطعي وأجمعت الأمة عليه، ولا تكفره منفردا، بل لابد من قضاء وإفتاء ومجامع، ما ينفعش أنت وحدك تنفرد بالتكفير، لا ده لازم يكون فيه حكم من المحكمة، قاضي يحكم بخروجه من الملة، لماذا أنت تتحمل ذلك؟ يعني في بعض الناس سارع في ليبيا إلى تكفير القذافي،
نحكم عليه بالجنون بالسفه بالجهل، لكن بالكفر. ده في بعض الناس من السلفيه صلوا وراءه، القذافي كان هو اللي يصلي امام بالناس، وكان يصلي المغرب سرا لا يجهر بالقراءه، وهو الحاكم يسر يجهر، ومع ذلك كفروا. طب كيف صليتم خلفه؟ ثم خرج ابنه وقال هؤلاء كانوا يأتون يأخذون أموال كثيرة، كان يعطيهم بالملايين، ثم كفروا بعد أن ذهب الدرهم والدينار، أصبح كافرا. في الأول كان أمير المؤمنين، هذا خبل في الفهم. نعم أيوه. يقول قد تعلمت في كتاب متن أم أن الحكم انقسم إلى أربعة أقسام: شرع، عقل، عادي. ما فيش حاجة اسمها حكم وضعي، الحكم ثلاثة فقط: شرعي، عقلي، عادي، لا رابع لها. أين هذا الكتاب الذي قال لك أربعة؟ هذا غير موجود. الحكم ينقسم إلى ثلاثة لا رابع لها. كلمة وضع ده يدخل تحت العادي، لا يوجد رابع. وأقسام حكم العقل لا محالة ثلاثة: هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الجواز، ثالث الأقسام. فافهم ونحت لذة الأفهام. هل الخلاف بين الأشاعرة وبعض الحنابلة خلافا أصليا أو فرعيا حتى تطمئن إليه النفوس خوفا من إذن؟ احنا قلنا الحنابلة الأمة المتأخرون الذين حاربوا المذهب الأشعري، وكانت بينهم يعني خلافات شديدة، لا نقول انها خلافات فرعية، بل خلافات في الأصول، ده خلافات في العقائد، خلافات ليست فرعية، ولكن لا يكفر بها، يعني لا نكفر الحنابلة بها، وإنما نخطئهم، خلاص نخطئهم أو نجهلهم، تكفير لا. فالحنابلة لم يكفروا بها، خلاص. سئل واحد من مشايخنا الكبار عن ابن تيمية هل هو من أهل السنة، فقال نعم إلا في باب الصفات. في الباب اللي فيه الصفات والتجسيم والتشبيه هذا ليس من أهل السنة، إنما في باقي العقائد يثبتها كما نثبتها. يعني المشكلة مع ابن تيمية في باب واحد في العقيدة، مش في كل الأبواب. ليست معنا مشكلة بيننا وبين في الوحدانية ولا في اليوم الآخر ولا في السمعيات، مشكلة واحدة في باب الصفات اللي هي المشكلة بيننا تتمثل في بيت واحد: وكل نص أوهم التشبيه أوله ورمد. هو مش عاوز لا التأويل ولا عاوز حاجة تانية، هذه المشكلة هنا في هذا البيت اللي هو فين؟ في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضى. لذلك أحسن بعض العلماء، الشيخ منصور عويس من الجزائر ألف كتاب اسمه ابن تيمية ليس سلفيا، مطبوع ليس سلفيا، يعني مذهبه ليس هو مذهب السلف وليس هو مذهب الخلف، الذي يقول بالإثبات، إثبات النصوص على ظاهرها، ليس من السلف وليس من الخلف. في إيه؟ في باب الصفات. نعم. إيش؟ يعني حيث إنهم يقولون اليد صفة، كأنهم أول حينئذ المعنى اليد. ما هو لا يستطيع أن يقول جارحة وإلا يصرح بالتجسيم فيقول صفة، فهذه مغالطة، لأن اليد واللسان والوجه والعين هذه بالنسبة للإنسان صفات ولا أعضاء؟ أعضاء. فهم يقولون صفات حتى يفروا من من التجسيم. طب هل يقال يعني مثلا لو قلت لك صف لي الشيخ محمد فتقول له عينان وله يدان، هذه أعضاؤه، إنما الصفات طويل، عالم، جميل، أزرق، هذه الصفة غير العضو، فهي أعضاء وجوارح، ولكن لو سموها أعضاء لوقعوا صراحة في التجسيم، فهم يفرون من لفظ التجسيم لا من معناه.
حتى أحسن كتاب يقرأ إن شاء الله لو انتهينا من هذا الكتاب، أفضل كتاب يمسح من ذهنك تماما التشبيه والتجسيم، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للشيخ الغزالي، ده من أهم الكتب. بس بعد هذا الكتاب إن شاء الله. إن شاء الله. خلاص تفضل. تعلق دلالة ده صفة الكلام. نعم. ما هو الكلام دلالة، يعني القرآن لفظ ألفاظ تدل على الصفة النفسية، فالقرآن دال والصفة هي المدلول، والقرآن من ناحية كونه حروف وألفاظ حادث، لكن من حيث المعنى قديم. انكشاف ذا العلم والسمع والبصر والإدراك على القول به. نعم. ماذا هو؟ إيه السؤال؟ يعني التعلق الانكشاف، هل يجوز أن أقول مثلا فعل العبد؟ يعني السؤال غير مفهوم. من يشرح غيره؟ أنت فهمت السؤال؟ هل أنت فهمت؟ من الذي أنعم الله عليه بفهم السؤال؟ تعلق دلالة لصفة الكلام، تعلق انكشاف للعلم والسمع والبصر والإدراك، تعلق تأثير للقدرة والإرادة. ما هو السؤال؟ ما في سؤال؟ طيب استغفر الله. في أسئلة تاني؟ هنا ده تبع الورق ده قديم ولا جديد؟ هذا حادث؟ أفضل الطبعات؟ يعني في دار السلام فيها طبعات على حسب علمي، دار السلام. أنا بروح دار السلام عشان القرآن يقول والله يدعو إلى دار السلام. بيقول تشرح ثانيا في إيه؟ رأي شرط المتواتر أن يصحب خبر مفادة العلم. هذا السؤال القديم. أبقى شيل القديم وهات الحادث. أسند القول إلى النبي إلا أنه لم يذكر له سند، تبرده كذلك. ما الذي يترتب لو قلنا أن الأخبار الأحاد برضه كذلك؟ الله. هل الخلاف بين الأشاعرة ماذا سأل من جوابنا ده؟ ده أم البراهين. ما فيش حكم وضعي، الحكم ثلاثة. خلاص كده؟ ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي، لا يوجد رابع ولا خامس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.